سن 16 17 سنه فت على الاذاعه اللبنانيه بدي اكتب اغنيه، انا هدفي مسير. فكتبت غنيه بقول فيها دخلك يم عيوني السود علي لا تشوفي حالك، قلبي بحبك موعود وكيف بده يحب بذلك. بلتقي بواحد انا بالاذاعه بقول له هاي الغنيه انا مؤلفها بدي اياها تتغنى بالاذاعه، فقال لمين بدي اعطيها؟ اللي انا بعطيها. اذاعه ما كان في غير اذاعه لبنانيه وحده. سمعت الغنيه قلت انا يلا ركض يا صبي هلا وقت تقبض. رحت لقيت الشخص قلت له ممنونك بدي اشكرك انا لانه مرقت لي الغنيه. قال لي اي غنيه؟ قلت له هي دخلك معي. قال لي هي لالي. قلت له لا انا اعطيتك اياها. قال لي هي وتورت خواطر. طلعت لقيت انا عندي وحده مثلها ما بقى بدي اكتب اغاني. رحت تغري على الاذاعه اللبنانيه عند الاستاذ شامل. قلت له انا بحب مثل، عنده برنامج بالتلفزيون اسمه يا مدير. كان بعده بالبدايات يعني. قال لي بتمثل؟ قلت له ايه. قال لي بتعرف تمثل؟ قلت له ايه. وانا قال لي طيب بكره بدي اعطيك. اعطاني اول دور.